رمضان عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أولاد آدم آباؤهم من الإنس وأمهاتهم من الجن، هكذا قال العلماء. بحثنا في هذا اليوم حول أولاد آدم وما وصفوهم به بأنهم نعم خلقوا من آدم وأمهاتهم من الجن. موضوع الجن شغل حيزا كبيرا من عالم البشرية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا المنطق القرآني، منطق جميل. ملكوت الله سبحانه وتعالى فيه الأعاجيب والأعاجيب. لو كشف الغطاء لعين الإنسان لرأت أعاجيب الدنيا، ففي هذه الدنيا يوجد الإنس والجن والملائكة وأرواح الموتى بصورة أشباح، وفيها من الطيور والحيوانات والنباتات مخلوقات عجيبة ونادرة تنبهر لها العقول وتنخلع لها الأفئدة. ماذا خلق رب العالمين؟ أحد الزنادقة درس وعلم الناس وحرفهم إلى الزندقة، وقبل موته سألوه إلى أين تذهب؟ قال أذهب إلى ملكوت الله. قالوا عجيب، أنت علمت الناس على الإلحاد وتقول أذهب إلى ملكوت الله؟ فقال في ساعة الموت، قال مجنون من لا يعتقد بملكوت رب العالمين. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا العظيمة، هذا الكون الفريد، فريد. أنا تأثرت في هذه القضية، قضية الإنس والملكوت والملائكة، فقلت قبل عدة سنوات أريد أن أبحث في كتب في مواضيع الملائكة ومواضيع الجن. فدخلنا في عالم التفسير في هذه المواضيع، فبدأنا في تفسير أهل البيت بذكر مفردات مواضيع الجن والملائكة، فكتبنا كتابا باسم اعتقاد الجن بإمامها علي، وهذا هو يقع في التفسير القرآني في المجلد
تقريبا 22، وكتبنا كتابا آخر لماذا وصف عمر الأمم بالجن. فأصبحت عندنا الساحة العلمية في هذا المجال بينة وواسعة، ويمكن فيها أن يبين الباحث ما كتبه للبشرية. وهذه وقعت في عناوين في هذا التفسير، منها نعم الجن من الناحية القرآنية، والجن من الناحية التاريخية. من الناحية القرآنية، وهذه الآيات العجيبة والكثيرة التي جاءت في القرآن حول الجن. والجن من الناحية التاريخية، كيف عاشت الأمم مع الجن، وقضية سليمان والجن، والأبحاث الأخرى. هذه عناوين الكتاب، نعم زواج الإنس مع الجن هل حدث واقعا، زواج أولاد آدم مع بنات الجن هل وقع هذا، هل حدث هذا في عالم الدنيا مثل ما يقول العلماء وأجمعوا على هذا، هل هذا صحيح؟ ومن ضمن المواضيع كيفية التحصن من الجن. الجن فيهم الشياطين وفيهم نعم المؤمنون، كيفية التخلص من الشياطين، هؤلاء الشياطين من الجن هم الذين يساعدون البشر في عمليات السحر وانفصال الأزواج عن بعضها وإصابة الناس بالمرض والفقر والمشاكل الاجتماعية وإلقائهم في السجون والكثير من ضروب عالم الدجل والمؤامرة التي تحيكها شياطين الإنس والجن وكيفية التخلص منها. وما فعلوها من ضمن العناوين التي كتبناها في هذا الموضوع، وما فعلوه في عالم نعم إيجاد أحاديث كاذبة باسم الإمام الباقر والصادق حول الأمم بأنها من الجن ويكره التعامل معها ويكره الزواج معها، وجاءوا بأحاديث باسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجال أيضا كذبا، ونحن ذكرناها وعالجناها وبينا نعم كذب هذه الروايات التي تتحدث عن هذا المجال. وهذا يعني التفسير يذكر هذه الأمور بشفافية عالية وبأبحاث راقية وعلمية تستند إلى الآيات القرآنية وإلى الحديث الشريف. طبعا من الأمور التي تلاحظوها في الدنيا بأنه الكثير من الناس يعتقدون بأمور حول الجن هي غير موجودة أصلا. مثلا ذكر أحد العلماء المعروفين بأنهم قالوا له يوجد شخص في الهند قد أسر جنيا وقيده معه ويذهب معه إلى المجالس، فعندما قال لي هذا قلت له لقد بينا في التفسير كذب هذه الأشياء، وإن هذه الأشياء هي أصلا غير موجودة أصلا ومخالفة للقرآن الكريم. فقال لي هذا العالم
وكيف تخالف القرآن الكريم هذه القصة؟ قلت له: يا هذا، القرآن الكريم هو النص العظيم والصحيح في تفسير الأشياء. قال: نعم. قلت له: قال الله تعالى في كتابه المجيد حول الجن: إنه وقبيله يرونكم من حيث لا ترونهم. يعني الجن يستطيع رؤية الإنسان، رؤية البشر، ولكن البشر لا يمكنه رؤية الجن. قال: صحيح. قال: وكأني أسمع هذه الآية لأول مرة. قال: فإذا هذه القصة كاذبة. قلت له: نعم، هذه القصة كاذبة، هم يكذبون على الناس. أشهر نشرة إعلامية في فرنسا ذكرت في عنوانها الأصلي: لقد عثرت الحكومة الفرنسية على جني تحت الأرض، فباعوا في ذلك اليوم 7 ملايين نسخة من تلك المجلة الفرنسية. وعندما قالوا لرئيسها في اليوم الثاني: أين الجني الذي ادعيت رؤيته والإمساك به؟ قال: هذا من الأكاذيب، كيف تصدقونه؟ قال: بأنه فعل هذه الكذبة للحصول على المال. وكانوا سابقا في الليل في عالم قبل صناعة الكهرباء يخيفون الناس ويرمون الدور بالحجارة ليلا باسم الجني. وقد استفاد الإنسان استفادات كثيرة في عالم الجني للتخلص من الجريمة. تريدون أن أعطيكم مثالا على ذلك؟ بعدما نفى أبو بكر وعمر رئيس الأنصار سعد بن عبادة إلى الشام، وهذا كان من الشيعة المخلصين الداعين إلى بيعة الغدير وتنصيب علي عليه السلام خليفة للمسلمين، وكان لا يحضر جمعة ولا جماعة مع هؤلاء الغاصبين للخلافة، كما ورد في كتب السنة لا يصلي معهم ويعارضهم ويذكر مثالبهم، فنفوه إلى الشام وقتلوه في الشام. وبعدما قتلوه حدث الضجة، لأن الأنصار سوف ينهضون ويقتلون القتلة. فطلبت عائشة من أحد الشعراء فوضع شعرا لاتهام الجني بقتل سعد بن عبادة للتخلص من تبعة هذا القتل والاغتيال، فقالوا هذا الشعر المعروف باسم الجني على لسان الجني: إنا نحن قتلنا سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. طبعا هذا من الأكاذيب الواضحة، الجن ليس لها علاقة في هذه الأمور السياسية، والجن طبعا ليس لها القدرة الآن بهذا الشكل في هذه الأيام بأنه تأتي وتقتل فلان وتقتل فلان. ممكن هذه الأشياء كانت موجودة في زمن النبي سليمان عندما أجاز لهم الله سبحانه وتعالى العمل مع سليمان، فعملوا مع سليمان. فعندما في قضية المجيء بعرش بلقيس من اليمن إلى
دولة سليمان، فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. عفريت من الجن، يعني ماذا؟ هذا يبين بأن هذا العفريت من الجن وكثير من الجن المؤمنين كانوا يعملون مع النبي سليمان. فإذن هذه القضايا صحيحة، هذا القرآن يقول، القرآن عندما يذكر شيئا يعني إنه صحيح. واستفاد سليمان النبي عليه السلام من الجن استفادة قصوى، فكانوا يبنون له القصور ويغوصون في البحر ويخرجون له اللآلئ ويعملون معه في الحرب والبناء، وهذا كما ورد في القرآن الكريم. فإذن نحن منهجنا قرآني، وعندما نبين هذه القضية من الناحية القرآنية في التفسير ونقول إنه جاء في التفسير، التفسير يعني مثل ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقاله أمير المؤمنين والحسن والحسين وباقي التسعة المعصومين من ولدي الحسين. التفسير يبين هذه المعضلات التي الناس لا يعتقدون بها. فقضية القرآن والجن أو قضية أولاد النبي آدم، مرة قالوا بأن أولاد النبي آدم تزوج بعضهم من بعض، الأولاد من الأخوات. طبعا هذا من الأكاذيب، هذا لم يقبله العلماء، وهو مناف للسيرة الإسلامية ومناف للشريعة القرآنية. فيبقى الأمر الآخر، هل تزوجوا من الحور العين؟ يعني الله سبحانه وتعالى أنزل لهم حورا عين وتزوجوا معهن وأسسوا مجموعة عوائل، ثم بعد ذلك بدأت هذه الأولاد في الزواج من أولاد عمومتها، هذا هو الصحيح. ولكن عندما تقرأ في، نحن بدأ ذكرنا هذه الأشياء بأن العلماء، وهذا هو في تفسير أهل البيت، إن العلماء ذكروا الأحاديث الواردة في، نعم، أحاديث الباقر في هذا المجال، فقال في تفسير العياشي إن آدم ولد أربعة ذكور، فأهبط الله إليهم أربعة من الحور العين، فزوج كل واحد منهم واحدة فتوالدوا، ثم إن الله رفعهن وزوج هؤلاء الأربعة من الجن، يعني من بنات الجن، فصار النسل فيهم، فما كان من حلم فمن آدم، وما كان من جمال فمن قبل الحور العين، وما كان من قبح أو سوء خلق فمن الجن. هذا كما ورد في تفسير العياشي وتفسير نور الثقلين للحويزي. وأنا بحثت في هذا الموضوع، لأنه هذا بحثنا في التفسير يحتاج إلى بحث واسع في هذه القضية، فرأيت الروايات كلها تنصب على أن أولاد آدم تزوجوا من بنات الجن، كما ورد في علل الشرائع للصدوق، وكما ورد، نعم، في التفاسير المتنوعة، وكما ورد في كتب الحديث،
فهذه الأمور خلاصتها التي أنا أعطيتها لكم في هذا البحث، بأن هؤلاء الأولاد كلهم كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام وكما ورد عن الباقر، بأن هؤلاء قد تزوجوا من الجن. فهذه الرواية الأخرى تقول بأن هابيل تزوج من الحور العين وقابيل تزوج من جنية. هذا ما موجود في تراث المسلمين. أنا حاولت أن أبحث عن رواية تقول بأن أولاد آدم تزوجوا فقط مع الحور العين ولم يتزوجوا مع بنات الجن. أنا لم أعثر إلى هذه اللحظة، ممكن أعثر عليها في المستقبل. طبعا أنا منهجي يختلف عن هذا. أنا أقول بأنه الشيء الأفضل الذي نعتقد به بأن أولاد آدم قد تزوجوا من الحور العين، لكن الروايات كلها تقول بهذا الشكل الذي ذكرته لكم. لماذا أنا أقول هذا؟ طبعا لأني أؤمن كما ورد في القرآن الكريم بأن هؤلاء الجن هم أرواح شفافة، ليسوا من الأرواح الكثيفة كما للإنسان هذا اللحم والعظم والعضلات. فكيف يتزوج الإنسان وهو من الأرواح من الأبدان الكثيفة مع الأبدان الشفافة الريحية كالجن والملائكة؟ هذا لا يمكن الزواج معهم. هذا رأيي الخاص، هذه منهجيتي التي أطرحها، وأخالف هذه المنهجية الثانية التي تقول بإمكانية زواج الإنس مع الجن. لكن هؤلاء مع الأسف ألحوا في هذه القضية وذكروا فيها الكثير في هذا المجال. طبعا نحن لا نقبل هذا المنهج، وإن شاء الله أعطيكم الروايات في المستقبل التي تبين هذا المنهج. فإذا نستمر، عالم الجن حاولوا أن يستفيدوا منه في قضية المؤامرات التي تحدث عند البشر في عالم الحرب والسياسة والأمور الاجتماعية من زواج وطلاق وفرقة وفتن. طبعا هذا يحتاج الإنسان أن يقرأ في كل يوم سورة الجن ويقرأ المعوذات، ومن يقرأ سورة الجن والمعوذات يتحصن بالدفاع عن شياطين الجن والإنس. هذه المعوذات فيها فائدة عظيمة في هذا المجال. طبعا من الأمور التي تبين لو كان هؤلاء عندهم القدرة في هذا المجال لتمكنت الدول العظمى، سابقا الدولة دولة البابليين والأكاسرة والرومان والصينيين والآن الدول الحاضرة في أوروبا وأمريكا، من تجنيد الجن في الحروب وفي أمورهم الأخرى بالأرواح الشفافة المرئية، لكنهم إلى اليوم لم يتمكنوا ولم يعطونا صورة واحدة لجني. فإذن المنطق القرآني هو الحاكم، إنه وقبيله يرونكم من حيث لا ترونهم. يبقى هؤلاء يستفيدون من العالم الجني عالم الشياطين في قضاياهم الفتن. نعم هذا موجود ويؤيده القرآن الكريم، عمليات السحر والشعوذة وإثارة الفتن، هذا من الأمور الموجودة عند الجن ويؤيدها ويذكرها القرآن الكريم. فلذلك نحن دائما علينا أن نتحصن من الجن، نتحصن منهم بالقرآن بسورة الجن وبالمعوذات، ونتحصن منهم اللهم حصنا بحصن محمد وآل محمد. هذا التحصين القوي جدا
الذي يعطي للإنسان نورية عظيمة تمنع شياطين الجن من المساس به والتأثير عليه. فهذا الكتاب في العموم، هذا البحث الذي ذكرناه في التفسير القرآني في قضية الجن، يسعى إلى بيان هذه الأمور الشائكة والغامضة على الناس بشكل وافي. ونعم، أنا قلت لكم طبعا هم قالوا أيضا بأن الأئمة، طبعا قالوا أحاديث كاذبة عن الصادق والباقر بأنهما قالوا يكره الزواج مع الهنود وأهالي بحر قزوين والخوز والأكراد والعراقيين والإيرانيين والأقباط والبربر والزنوج. طبعا عندما ذكر هذا المنطق مخالف للقرآن الكريم، القرآن الكريم يرفض هذا المنطق في أنه الإنسان لا يتزوج مع كل هذه الأمم، وهذه هي الأمم القديمة قبل تشكيل أمريكا وأستراليا وكندا، فكيف لا يتزوج معهم؟ فهذا بيناه من الأكاذيب. وبينا بأن الأئمة عليه المعصومين عليهم السلام قد تزوجوا مع كل الأمم، يعني كانت نساؤهم من الروم، من العرب، من الفرس، من الأكراد، من البربر، من الأقباط، من النوبيين الأفارقة، يعني من الزنج وباقي الأمم. فهذه زيجات الأنبياء مع الأمم المتنوعة كما بيناه هذا في بحثنا، تكذب تلك الروايات التي وضعها الأمويون والعباسيون والملحدون لضرب الإسلام والشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية شريعة عظيمة وشريعة قرآنية مجيدة تسير في الخط الصحيح وبشكل علمي مجيد. فهذا هذه الأبحاث ذكرناها كلها في عالم عجائب الدنيا التي خلقها الله سبحانه وتعالى لهداية الإنسان إلى الاعتقاد المتين والرصين بأسس وجود رب العالمين، المنظومة الكونية. هذه المنظومة عندما نتحدث عن الجن والملائكة والأرواح، هذه في الواقع تبين أعاجيب خلق هذا الكون العظيم. يعني هذا الكون، قل أروني ماذا خلق الذين، هؤلاء الذين المخالفون ماذا خلقوا أشياء ليلحدوا بها في الدنيا. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رمضان عظيم.